دعا معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفه نائب رئيس مجلس الوزراء المؤسسات الصحيه والتعليميه المتخصصه الى تكثيف استثمارها في البحوث العلميه الطبيه لتكون مواكبه لحجم التطور الهائل الذي يشهده هذا القطاع الذي يعد احد اهم مرتكزات ومحاور التنميه البشريه من جهه وبما يلبي محليا الاولويات التي نصت عليها الاستراتيجيه الوطنيه للبحث العلمي 2014 2024 دعا معالي خالد بن عبد الله الخليفه الى تعميم ما تخلص اليه تلك البحوث من نتائج وتوصيات على نحو يسهم في خدمه البشريه جمعاء من حيث الوقايه والعلاج وذلك بنقل عملية تجريبها وتطبيقها من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي عبر الاستفادة مما تتيحه الدوريات العلمية العالمية المتخصصة من فضاءات رحبة للنشر لضمان وصولها إلى أكبر قدر ممكن من العاملين في الحقل الصحي في مختلف أصقاع العالم. جاء ذلك لدى تفضل معاليه برعاية الحفل السنوي العاشر لجائزة الدكتور الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة للبحث العلمي. لعام 2016 والذي نظمته مجلة البحرين الطبية التابعة لمستشفي الملك حمد الجامعي وبهذه المناسبة فقد أشاد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة بجائزة الدكتور الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة للبحث العلمي كونها واحدة من أهم المبادرات المتخصصة التي تعنى بالبحث في المجالين الطبي والصحي وساهمت على مدى عشر دورات لها في ترسيخ أهمية مفهوم البحث العلمي محلياً. وقال معاليه تتشرف هذه الجائزه بان تحمل اسما عزيزا علينا وهو اسم الشيخ محمد بن عبد الله الخليفه الذي وبفضل توجيهات القياده الحكيمه ودعم الحكومه الموقره ساهم جنبا الى جنب مع الكوادر الطبيه التي زاملها وتلك التي اشرف عليها في تطوير وتحسين جوده المنظومه الصحيه في مملكه البحرين طوال حياته المهنيه التي كانت ولا تزال بصمته واضحه واثره ملموس فيها. وما أدل على ذلك من نظام الضمان الصحي، الذي نترقب تنفيذه بعد إقراره وإنهاء دورته التشريعية. وخلال الحفل ألقى معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، رئيس الجائزة، كلمة أكد فيها أهمية الدفع بعزيمة أكبر في مجال البحوث الطبية، ذلك أن البحرين، وعلى مدى أربعة عقود، قد شهدت تطورا كبيرا في الخدمات الطبية. وقال معاليه ان ما يجعلنا متطلعين بعين التفاؤل الى مستقبل البحث العلمي في المجال الطبي في البحرين هو الكوادر البشريه التي نمتلكها وتفهم الجامعات والمؤسسات التعليميه المتخصصه الى اهميه البحوث التي لها مردود كبير على دراسه الاوضاع الصحيه المحليه وطرق تقديم الخدمه وحوكمتها لضمان جودتها بعدها تفضل معالي الشيخ محمد بن عبد الله الخليفه بتكريم وتهنئه الفائزين بالجائزه الذين تناولت بحوثهم دراسه مختلف الامراض المنتشره محليا كالسيكلر والسكري والسرطان بانواعه الحقيقه ان النشر واللي دائما يعني العلم دائما يعني دائماً ما ينشر ما يعلم عنه شيء، فدائما الاطباء يتسابقون في النشر، والان عندنا احنا نظام اللي كون يعني التعليم الطبي المستمر، التعليم الطبي المستمر على كل طبيب انه يحضر محاضرات ويحضر مؤتمرات ويحضر بحيث انه يكون حتى نجدد رخصته، بالاضافه لانه لازم يسوي ابحاث على اساس بعد ان الابحاث مطلوبه حق الترقي الان في الكادر الطبي، فهذه كلها الحقيقه يعني تعطي انه في النهايه تقوي يعني المعلومات الطبيه وتقوي يعني الفن الطبي في في البحرين كله ما يرفع يعني الجوده ويرفع النتائج الطيبه في الطب. احنا سعيدين ان اليوم احنا عندنا مجموعه من الباحثين في مستشفى السلمانيه وزاره الصحه ان تفوز بجائزتين في البحث الطبي لجائزة معالي الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة طبعا هذه الجائزتين تعني الكثير ليس على مستوى الأشخاص الذين قاموا بس على أثر هذه البحوث في تطوير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة من خلال البحث ممكن تطوير الكثير من العلاجات التي يحتاجها المرضى، وخاصه البحثين اللي قدموا من الابحاث المهمه جدا واللي يمكن ينبني عليهم لابحاث مزيد من الابحاث ان شاء الله في الفتره القادمه. في السنه احنا تكلمنا خدنا دراسه لسنتين من 2011 الى 2012 عن حاولنا نشوف شنو نتائج الحمل في الامهات المصابات بالسكلر وقارناهم بالناس اللي ما يكونون سكلر ولا حاملين للسكلر طبعا لاحظنا ان طبعا نسبه دخولهم للمستشفى كان اكثر مع ذلك للحين يعتبر مرض السكلر من الامراض اللي هي تشكل بالنسبه لنا تاثر علينا كدكاترة كطاقم طبي بحيث ان احنا نحاول قد ما نقدر شلون احنا نحاول نقلل الوفيات والتماء والبرض عند هذه الامهات بحيث ان هم ان شاء الله يقومون بالسلامه مع اولادهم هذا الهدف من الدراسه. فزنا بجائزه جائزه الشيخ محمد بن عبد الله الخليفه وبمناسبه تقديم بحث طبي عن معدلات الإصابة بالسرطان في مملكة البحرين من سنة 1998 إلى 2011 دراسة تميزت أنها تتكلم عن أكثر أمراض السرطان شيوعا في مملكة البحرين وطبعا هاي يعطي دفعة حق باحثين آخرين على أساس أنها تكون لبنة أساسية لهم يبتدون فيها للتعرف على أسباب السرطان في مملكة البحرين طبعا هذه بتفيد المجتمع بتفيد المجتمع البحريني. وبتفيد بعد صانعي القرار على أساس أنهم يسوون يعني سياسات صحية على أسس علمية